بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم أعزائي الطلبة في درس جديد، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم راح نتحدث على يونت 83. قبل لا أنطي أي ملاحظة بخصوص هذا الفصل، لازم تعرف نقاط أساسية مهمة بهذا الفصل، اللي هم المايسيلف واليورسيلف اللي أخذناهن بالمحاضرات السابقة. ذن اسمهن الضمائر الانعكاسية، ذن اسمهن الضمائر الانعكاسية by myself وإلى آخره، وذني راح ننطي عليهن قاعدة وملاحظة. ذن اسمهن الضمائر الانعكاسية yourself, myself, herself وإلى آخره، اسمهن الضمائر الانعكاسية. نجي على صفات التملك اللي هم الماين واليور والهيز واليورس والأورس. خوش حكي. هسه ذني اسمهن ضمائر الملكية أو صفات الملكية، يعني لأن يجون بنهاية الكلمة ويكون قبلهم أفعال كينونة، يعني is, are, am, was, were، ذني ذلو جماعتهم، أو يجي قبلهم of. ذني رح ناخذ نحن بالتفصيل. إذن هسه عندنا ضمائر انعكاسية وعندنا صفات التملك اللي هم الماين واليورس، واللي يكون أي ضمير ينتهي بالأس. خوش، بقى عندنا الماي اون. هذه الماي اون هذا معناها ملكي، ملكي يعني هاي كلمة معناها ملكي، ما لها علاقة لا بالضمائر ولا كذا. هاي اون ماي اون هم نفس الحالة. زين، اذا هسه احنا عندنا بهذه الحالة راح نستخدم بهذا اليونت ثلاث اشياء للتعبير عن الملكية، يا اما ماي وجماعته، يا اما الماي سيلف وجماعته، يا اما ماي اون. اون يعني بمعنى ملك ايضا، هذه مو ضمائر وانما فعل، هذا وانما هذا فعل. اول ملاحظه انطيك اياها بخصوص هذا المواضيع، انه اني اقدر استخدم الاسم، يعني اي اسم باللغه الانجليزيه زائدا of زائدا ضمائر الملكيه او صفات الملكيه. فمن الامثله اللي ذكرت لك اياها ان يكون عندك اسم زائدا of حرف الجر of زائدا his او ضمائر التملك كلها. good idea of yours، شوف الاسم ال of والضمير. nay poor of his friend of ours. لان هذه اول ملاحظه لازم نعرفها، انه هذه الضمائر تجي بعد الضمير of، بعد حرف الجر of، يعني اسم زائدا of زائدا التملك زائدا التملك. هذه اول ملاحظه. زين، اكتب لي ملاحظة على الاون. احنا قلنا الاون معناها يعني ملكية، اون شلون يعني؟ من اقول يعني my own car سيارتي الخاصة، his own car سيارتها الخاصة. زين، او ملكها يعني هذه السيارة الملكها. القاعدة لاستخدامها شلون؟ الضمير، طبعا الضمير يا هم مو ضمائر ذولا، مو ذول الماي والهيز واليور، ذول جماعة صفات التملك، صفات التملك، وذن اسمهن ضمائر التملك، ذن اسمهن ضمائر التملك، وذن اسمهن صفات التملك هير واليور. إذن ذول يعني راح يكون عندي صفات التملك زائدا الفعل own زائدا الاسم my own car my own house your own car وإلى آخره. زين، عيني my own vault خطأي، هذا خطأي. بقت ملاحظة مهمة جدا لازم أنطيك إياها، حروف الجر عندنا الآن تجي وياها my own، يعني on تجي وياها my own، يعني من نشوف الآن تختار وياها هذا التركيب، يعني on my his your، هذه احفظها ملاحظة يعني. اما الباي فالباي يجي وراها دائما ضمائر انعكاسيه myself yourself yourself والى اخره. هذه الملاحظات جدا مهمه، ذني راح تحل عليهن التمارين، واني ان شاء الله موجود لاي استفسار او سؤال.